السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنىكم البنات تكونوا في صحة جيدة وتكونوا منورين، ويعطيكم الله ما تمنيتوا في الحياة ديالكم. نهار جديد وفيديو جديد البنات، جيت معكم البنات هذا النهار بهذا الفيديو جديد والمحتوى مختلفة عن المحتوى القناة ديالي، هو المجازات البنات. وهذا الفيديو البنات كان عندي مصور هذا شي 3 سنين البنات، كيفاش انا كان عندي قناة الطبخ البنات، وكيفاش كتعرفوا اللي عنده القناة ما كتبداش تطلع، وسمحت فيها البنات. ودابا فوالا بغيت ننزل هذا الفيديو الشباكية اللي كان عندي محتفظة به، وزوينة البنات الشباكية، غير تبعوا المقادير والمراحل، والله العظيم ما نندموش على هذه الشباكية. هذه تبارك الله كدوا في الطقوم والشيشة، وكتجي ما هي رطبة ما هي جابسة، كتجي المذاق رائع البنات. غير تبعوا المقادير والمراحل باش نخليها لكم بالطيطاي هنايا في فوالا. وما ننساوش ديك اللايك وديك البارطاج ديالكم كيفرحني ويشجعني، وشكرا. المقادير ديالنا الشباكيه هذه، باش نجيبو كاس من الزنجلان مطحون جيدا، كاس من اللوز على حساب اللي بغى يستغنى عليها يستغنى، اللي بغى يعدلها يعدلها، كاس من الزيت على هالطريقة، كاس من الزبدة مدوبة على هالطريقة، وكاس معلقة من القرفة غير مملوءة، معلقة النافع، ومعلقة حبة الحلوة عندي مخلوطين مع بعض. وباش ندي هذا المقادير هذا ما باش نقيوهم هما اللوليين، في كيلو من الدقيق ديالنا كيفاش كتشوفوه معايا مغربل جيدا، هذا كيلو ذا الدقيق النوع جيد. وباش نجيو للمقادير التالية اللي باش نعدلوها في الاخر، هذا ما باش نقيوهم ونخليو نرملو بهم العجين ديالنا، ومن بعد وهذوما وشويه د الماء د الملح، شويه د الملح. باش نجيو المقادير التالية، هي كاس من دابا نرملو العجينة ديالنا باش نعدلو لها، كاس من المزهر، نص كاس من الخل صغير كيفاش كتشوفو، وصفر بيضة، وزيدو لها الخميرة الكيماوية على الطريقة، والخميرة شوية الخميرة الفورية اللي يدو سريع في تشبيه الشباكية، هذا بنزيدو لها شوية الخميرة الفورية. ونرجع انا بنعدل نخلط معاكم العجينة. كنرملوها وكنخليوها ترتاح واحد 4 سوايع، واللي عنده يصغبها بالليل ويخليها حتى لغد له يصغبها، ما كاين حتى مشكل، ويصغب لها الخميرة حتى ما يصغب لها شي الخميرة في الاول ولا حتى الاخر، هذاك حتى يكونوا باش نعجنوا العجينة ديالنا صافي باش نصغبوها وشكلوها. هنا باش نعدلو الكاس ديالنا د مزهر، باش نعدلوه مع واحد القبيصة د السيفخون كيفاش كتشوفو، هذا الشعرة واحد القبيصة هايدا د السيفخون، السيفخون جيد بوغ لا سونتي، ماشي فحال الملون الصناعي، هذا هو السيفخون باش كيعطينا واحد اللون في الشباكية ديالنا. باش نقيوه يسخن شوية حتى يتطلق لي فيه مع هذاك المزهر، يتطلق لي فيه السيفخون، ونزيدو هذاك الخل ديالنا والخميرة ديالنا،
وما كنعجنوا العجينه ديالنا جيدا، كنزيدوا لها غير واحد 3 د المعلقه د الماء الا ما جمعت لكم شي بديك كامل المقادير، باش نزيدوا لها غير 3 د المعلقه د الماء ونقطعوها على هذه الطريقه هذه ان شاء الله. بسم الله. على القطع ومن بعد باش نقوها في البلاستيك الغذائي باش ما باش تطلق، و باش تشوفوا معايا الطريقه. باش كتشوفوا معايا يا هي جات سهله ما شاء الله، جات دغيا كتطلق. ملي كتجيب المقادير هما هذوما هاي سهله في الطلق ديالها، باش نزيدو نخليوها ترتاح شويه واحد 10 دقائق هيدا على هاد الطريقه. كنعدلوها هيدا ونخليوها ترتاح واحد 10 دقائق ونرجعو شكلوها. من بعد كنطبقوا العجينه ديالنا هيدا، كنقطعها على 3 د المرصوات، ومن بعد كنقيها كنطلقها شويه بالمدلك ديالي د اليد، وكنقيها في الماكينه كنقيها في اللولي على 6 ولا 7، ومن بعد كنرجعها على 3 ولا على 2 رقيقه جدا، باش كتجينا الشبكيه ديالنا ماشي غليطه بزاف. ومن بعد ما يطلقت العجينه ديالي هيدا على الطريقه على هذاك المغصو هذوما الطلقم على الطريقه، كتشوف كيفاش كتجي رقيقه. وما كنشبكو الشباكيه ديالنا كامله باش ندوزو للتعسيل القلي وللتعسيل. دابا نبداو بالقلي الشباكيه ديالنا على هذه الطريقه، شوفوا كنخليو هاد الطقله كنقصو على النار، وكنخليو هاد الطقله على خطره، ومن بعد باش نرجعوها في العسل بارد. وما كذا تحمر الشباكيه ديالنا على هاد الطريقه كيفاش كتشوفوها، وكنستقطروها مزيان، ومن بعد باش نديروها في العسل ديالنا. العسل هي سخونه والعسل بارد باش كتشوفوها فهاد الطريقة. من بعد الشبكة اللي بتكون عنا وحدة خاص بالعسل وحدة خاص بالزيت، الشبكة بيكونوا عنا جوج شبكات، وحدة خاص بالعسل وحدة خاص بالزيت. نستمروا على هذه الطريقه حتى نكملوا.
بهذه الطريقه كنعدلها في حل الكسكاس دستقطر هايدا من العسل ما كنخرجها، وباش ندير لها الزنجلان ديالي على هذه الطريقه. وانا كنعمر الشباكيه ديالي كيفاش كتشوف على هذه الطريقه، هي في العسل هي كتقلى وانا ماشيه بالمراحل. كمل الشباكيه ديالي بالقالي وبالتعسيل، هي هذه، وان شاء الله كنتمنى تجربوها وبالمقادير كيفاش وريت لكم انا والمراحل، وان شاء الله بدخرج معكم الشباكيه ديالكم رائعه كدوب فتقم. شكرا على حسن المتابعه، وما نساوش ديك اللايك ديالكم كيفرحني وشجعني، واللي باقي ما اشتركش في القناه باش يشترك بيجيه اي جديد ديالي. وشكرا بزاف بزاف على ديك الكومونتيرات ديالكم، كيفرحونا وشجعونا وخليونا ان شاء الله نبداو نكون مستمرين في هذه القناه ان شاء الله. وإلا عجبكم هذا المحتوى نعدله، إلا عجبكم محتوى المجازات نعدله، وانتم أمروا وإحنا نغامروا على البنات. وشكرا وإلى